الأرض اللي قدمت رئيس بن بلة واللي قدمت لطفي واللي استفادت أيضا من دعم مكنها من أن تكون عاصمة ثقافية متميزة هي بوابتنا نحو الأندلس. وأنا شخصيا لما كنت وزير للثقافة كان فيه واحد المركز موجود لهنا، قلنا لازم نفعلوه لأننا نريد أن نحيي تاريخنا القديم من خلال صلاتنا بالأندلس، لأن إعادة ترميم الذاكرة الجزائرية يجب أن تعود بقوة، وسأدعم هذا المشروع كثيرا.